تأسس في عام 1972 نادي سحابة، المدينة الصناعية مدينة سحابة. سحابة العز سود الشرق. أحمد ياسر يقطع الكرة، هذه خطيرة خطيرة الكرة، هي جول هي جول. الله محمد الراسم يسجل أول الأهداف لسحاب العز، أول الأهداف للأسود من الراسم بعد أن استغل أحمد ياسر خطا في دفاع الصوت. هدف لأبناء سحاب، هدف من الحاسم هو محمد راسم. أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء، وأتى الهدف من محمد راسم. شوف هذه الكرة، أحمد ياسر وتمريرة الأيساوي. يا السلام يا السلام على هدف، على هدف جميل من الجميل محمد راسم، على مهله وعلى يمين الحارس. أول أهداف اللقاء، نعم لقاء يحتاج إلى هدف، والراسم يترجم الكرة الماضية في الشباك عدنان عوض.